كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. نأخذ مثال المحبة، محبة الله عبادة عظيمة، الإخلاص فيها أن تحب الله تعظيما لله، تريد أجرك وثوابك من الله على محبتك لربك وخالقك. المتابعة في هذه المحبة، المتابعة في المحبة لله ما هي؟ أن يحب الله المحبة التي تليق بالله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس خرجوا عن المتابعة في المحبة فأصبحوا يطلقون ألفاظ على الله، يقول بعضهم أنا أعشق الله، ويقول بعضهم هذا عاشق الله. هذه ليست متابعة، العشق لا يقال في حق الله، لأن العشق محبة مع شهوة، ولهذا يقال في عشق النساء، وأما الله لا يقال هذا يعشق الله. الذي ورد في حق الله المحبة والخلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني أن الله اتخذه خليلا، فاتخذ ربه خليلا. وكذلك المحبة، يحب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال يحب الله ما قال يعشق الله. الغرام، يقال هذا مغرم بالله، صاحب غرام، هذا لم يرد. الغرام نوع من أنواع المحبة، والغرام هو ملازمة الشيء، كما قال إن عذابها كان غراما، الغرام هو ملازمة الشيء، فلا يقال هذا مغرم بالله، هذا يعشق الله، وإنما نقول يحب الله، اتخذ ربه خليلا. هذه المتابعة في المحبة.